كان ايه؟ لا قول لنا بعد ما مات قالوا ده خلاص بعد ما مات قالوا ده شاذ وبيقول ايوه تمام 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 طيب طلعوا لي ليه؟ بتقولوا لنا الكلام ده ليه؟ قالوا انكم فرحانين ببعض قلنا خلاص قلنا فرحانين ببعض يمكن ما صدقوش قول لي ملوش في اي من ناحيه تطمنوا خالص يا مام من الناحيه دي ولا الواحده ماشيه معاه بعد احنا واقفين على الغسل مذبوح مدرعها العظم باين ايه هي كانت قطع باب غريبة جدا آية دخلت بنت بنوت طلعت اتدفنت بنت بنوت ما دخلش عليها ما لمسهاش ما تلمستش يعني كلامه حتى بيقول انها قالت لي اصبر لما ناخد على بعض اي حد هيسمع الكلمتين دول هيقول عليه هو ايه اي بنت خجوله ممكن هو متخلف اي واحده بسيطه متدينه حافظه كتاب الله كله ختمه القران طبيعي انها هتقول كده انت ايه هي شافت حاجه وهو كان بيداري السر معاها في سر هو داراه نادت آية ثلاث بلاد رجال أكبر وصغار أكثر نسوان أكثر من رجالة ورجال أكثر من نسوان عمري ما حصل والأطفال الصغار اللي كانت بتعلمهم بقوا ماشيين في جنازتها ويعيطوا قبل آية ده كانت بتدري المحمول بتاعها نلعب أمهم تروح توصى عليهم تقول لها تمديها محمولك للعيال ده أنا أمهم ما بدروش أدي المحمول لأولاد تقول لا سيدي هيلعب بيش واحد مش هيجرب واحد هي كانت مكافحه وشاقه قوي جهزت أوي. نفسها الصغار تحترم اكتر من الكبير وتلعب مع العيال الصغارين كانها من دورها والدها متوفي من زمان كان كنا بنلعب على لعبها مع الاطفال والدها دي كانت كل ست سنين قوي كانت حنين عليك قوي برافو أطفال هي مدرسة أطفال احكينا يعني اللي مين اللي كاتب المرحومة آية الشبيلي على قبرها طفل مليا بتديهم في السنتر جم هنا ثاني يوم الوفاة قالوا القرآن ويقعدوا يقروا لها القرآن ويقولوا تعالى يا صاحبي قبر آية مكتوب